جهود مستمرة تقوم بها الدولة لتطوير الزراعة ووضع أصناف جديدة على خارطة المحاصيل المصرية. وفي ضوء تلك الجهود التقى وزير الزراعة السيد القصير محافظ كفر الشيخ لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والأصناف الجديدة من المحاصيل الزراعية بمحطة البحوث الزراعية بسخاء. وبحث الجانبان خلال اللقاء تكثيف سبل التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة ودعم المزارعين، فضلا عن المشروعات الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ومراكز كفر الشيخ.